مساء الخير عليكم جميعا مشاهدينا، وحياكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ساعة شباب. بداية ومثل كل مرة خلونا نروح في جولتنا في عالم تويتر وأبرز التغريدات المميزة لليوم، وبالمرة نشوف وش الجديد اليوم. طبعا أول تغريدة معانا هي واحدة من آلاف التغريدات والتي تناقلت كلمة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن صندوق الاستثمارات العامة، الواقع الحالي والمستقبل القادم، ولكن بلغة الأرقام. ومن حساب التواصل الحكومي عبر تويتر اخترنا هذه التغريدة: في صندوق الاستثمارات لا نستثمر في الأعمال والقطاعات وحسب، بل مستقبل المملكة والعالم. برئاسة سمو ولي العهد اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمس القادمة. خلونا نتابع مع بعض هذا المقطع ولنا عودة. حقق صندوق الاستثمارات العامة خلال الأعوام السابقة إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة تمكن من خلالها الوصول لمستهدفات استراتيجية مهمة، حيث ضاعف صندوق الاستثمارات العامة وصوله إلى ما يقارب تريليون و500 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2020، كما قام باستحداث 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثالث لعام 2020. يعمل صندوق الاستثمارات العامة بحول الله على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة تصل قيمتها إلى تريليون ريال خلال خمس سنوات القادمة من خلال 13 قطاعاً، إلى جانب مضاعفة حجم الأصول اللي يتجاوز 4 تريليون ريال في 2025 وصولاً إلى 7 تريليون و500 مليار ريال سعودي في 2030. كما يستهدف صندوق الاستثمارات العامة ضخ استثمارات في مشاريع جديدة تصل إلى 2 تريليون ريال من عام 2026 إلى عام 2030، ليصبح مجموع الاستثمارات في العشر سنوات القادمة ما يقارب 3 تريليون ريال سعودي في قطاعات جديدة. يستهدف صندوق الاستثمارات العامة استحداث 1,800,000 وظيفة جديدة مباشرة وغير مباشرة خلال خمس سنوات القادمة، وذلك انطلاقا من أن صندوق الاستثمارات العامة لا يعد ذراع استثمارية المملكة العربية السعودية فحسب، بل محركا أصيلا لتنويع الاقتصاد وخلق الوظائف. صندوق الاستثمارات العامة ينظر إلى القطاع الخاص بوصف الشريك الأهم والدائم مرحليا واستراتيجيا، وبه ترتبط نجاحات متعددة لا حصر لها. ساهمت إنجازات صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق الاستدامة المالية والتنموية للاقتصاد السعودي، ويلتزم الصندوق بضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي بشكل سنوي ومتزايد حتى 2025. في صندوق الاستثمارات العامة لا نستثمر في الأعمال والقطاعات وحسب، بل نستثمر في المستقبل، مستقبل المملكة ومستقبل العالم، وغايتنا يكون وطننا الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة، وبهذا ستكون نهضة المملكة ارتقاءً للعالم.